شكرا زميلي صالح العنزي ولضيوفك الكرام الكابتن عبد الله الواكد والكابتن بندر الاحمدي ولمراسلنا من ارضيه الميدان محمد بن سمحه. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا متابعي قنواتي وتطبيقي دور بلاس، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. تحيه طيبه من هنا من مدينه الامير محمد بن عبد العزيز الرياضيه في المدينه المنوره ولقاء احد الذي يستضيف فيه الشباب اليوم في الجوله 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في موسم 2018-2019، ختام لهذه الجولة، الجولة المثيرة، الجولة القوية، الجولة الغير عادية في هذا الموسم، جولة جدا رائعة. البرازيلي سباستيا جونيور وابو بكر تراوري. بسم الله انطلقت صافرة فيكتور كاساي في مباراة مهمة جدا للفريقين، في مباراة نامل ان تكون مثيرة كما هي بداية هذه المباراة بين الجمهور. الصليهم في الجهة اليسار يلعبها مبارك بوصوفة، يتقدم في الجهة اليسار يحاول العرضية، يلعب العرضية مبارك بوصوفة ابو بكر تراوري. الله الله ابو بكر، اول تهديد لتراولي الهداف المميز، الهداف الذي اتى في الانتقالات الشتويه. هنا الكره الرائعه التي كانت بين عبد الملك الشامري، الخطا الذي تسبب في ماجد هزازي، والكره التي لعبها مبارك بوصوفه كانت رائعه جدا. بعد كره رسليهم المرور كان مبارك بوصوفه، والعرضيه الحاضره الراسيه لم تكن خطيره على مرمى العويشير في هذا الموسم. يتقدم فيها عبد المجيد رسليهم، يلعبها ممتازه الى سيبا سيبا سيبا، جول جول اول لليوث، اليوث اليوم في مهمة للافتراس، في مهمة للافتراس لخطف المركز الثالث ومقعد آسيوي مهم للفريق الشبابي في هذا اليوم. هدف اول شبابي، جول اول شبابي من سيبا. عينك على الهدف، عينك على التمريره، شاهد التمريره من عبد المجيد رسليهم الذي تقدم فيها. الله عليك يا عبد المجيد، استلمها بشكل رائع، انتظر، لعبها بينيه الى سيبا، سيبا سيبا لا ينتظرها، يسدبها قويه جدا من سيبا، قويه جدا من سيبا في مرمى عبد الله العويشير. لا يستطيع معها عبد الله ان يعمل اي شيء، لا يستطيع ان يعمل معها اي شيء عبد الله العويشير، كانت قويه جدا. وهدف اول شبابي، هدف اول شبابي من سيبا. التونسي من امام التونسي غازي عبد الرزاق، هذه يصوبها غازي مباشره، تكون الكره من محمد عطيه، عطيه في تصويب، عطيه صوب، الله ماجد هزازي، هدف التعادل من احد، وفرحة الجماهير الاحدية والحسرة على سموديك الذي تفاجأ بهدف سريع جدا. ياتي التعديل، ياتي التعديل من ماجد هزازي ويهز مرمى فريق الشباب بهدف اول احدي. هنا الكرة التي كانت من محمد عطية، التصويب الرائع من محمد، القائم كاد ان يتعاطف، لكن ماجد هزازي، ماجد يهز شباك الفريق الشباب بهدف اول. ممتازه اللقطه، ممتازه التصويبه، خيار التسديد عن عطيه هو خيار مميز ورائع جدا. محمد عطيه خادع فيها فاروق بن مصطفى في نفس الزاويه الذي يتواجد فيها فاروق، ثم يكملها بشكل ممتاز ماجد هزازي، هدف اول للفريق الاحدي. لا تتحسر يا محمد، الكره واصله عند اسماعيل المغربي، يلعبها الى محمد عطيه، الان محمد عطيه في 18 على قوس 18، يلعبها الى كار، كار بكنترول خاطئ، لكن ماجد هزازي يستقبلها، يلعب العرضيه ماجد هزازي، اوه 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 يا ماجد، كاد ان يضيف في الهدف الثاني ماجد هزازي بهذه العرضيه، عرضيه كانت خطيره من ماجد، تابع اللقطه، تابع الاعاده، هنا العرضيه من ماجد هزازي كادت ان تخادع. مباراه اليوم تلعب الكره في اليمين، حسن معاذ للعب العرضيه، حسام ابو بكر، الله 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 ابو بكر تراولي، ابو بكر تراولي يسجل ثاني اهدافه في هذا اللقاء، يسجل ثاني اهداف الشباب والثالث اهدافه في هذا الموسم،
قلت لكم لاعب خطير، لاعب لديه أهداف كثيرة. أبو بكر تراوري راهن عليه كثير أبو الوليد، راهن عليه كثير البلطان، يقول أن هذا اللاعب سوف يحدث الفارق للفريق الشبابي. يأتي بالهدف الثاني برأسية رائعة بعد عرضية ممتازة ممتازة ممتازة. العرضية يا حسن، ممتازة العرضية يا حسن على رأس تراولي. تراولي لا يستطيع أن يمسكها. عبدالله العويشير تدخل على عبدالله، يسجل فيها الفريق الشبابي الهدف الثاني، ثاني أهداف الشباب اليوم قبل قضاء الشوط الأول. يرسلها حسن معاذ، يلعبها حسن قوية، ولكن الكرة سالة عند عبدالله العويشير. الهدف الذي تفوق فيه الفريق الأحدي على فريق الفيصلي في مباراة ماضية. ترسل الكرة طويلة واصلة من جديد، لكن الخروج من فاروق بن مصطفى. يرسلها إلى محمد فوزير، فوزير في التصويبة ولكن بعيدة جدا من محمد فوزير إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. من جانب جمال ترسل الكرة طويلة ولكن مقطوعة برأس ماريوس. عيد الكرة إلى سيبان، يغير فيها اتجاه اللاعب عند لويس، يتقدم فيها، يحاول التصويب، صوب لويس قوية، لكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى. عبد الرزاق في التقدم، طويلة من غازي لثابر الحاج، لكن مقطوعة من جمال، هذه خطيرة للشباب. غازي فوزير يلعبها، ضاعت يا سيد، ضاعت يا محمد. كاد أن يحرز الهدف الثاني للشباب. كان التوقيت رائع جدا لمحمد السيد الضو، لكن فاروق بن مصطفى في الموعد، فاروق بن مصطفى في الموعد في خطف الكرة الماضية التي كانت هنا. اللقطة الممتازة أراد أن يضعها فوزير، يتقدم، مرور رائع من فوزير وتصويبة سهلة الأخرى عند فاروق بن مصطفى. ومع الرغبة التي تكون عند اللاعبين في إحداث التعادل بعد تعادل مهم جدا من أمام الهلال في المباراة الماضية، تامر حاج يرسلها سهلة عند فاروق بن مصطفى. إدامة استغلت بشكل ممتاز، لكن هنا سيبا في انطلاقة، سيبا خطير، يتقدم سيبا، يلعب الأرضية سيبا، والتدخل من بعيد، التدخل من أيمن بالعيد، وتأمين الكرة إلى خارج الملعب، ضربة زاوية كانت كرة خطيرة، أول كرات خطيرة للفريق الشبابي في الشوط الثاني. عمر لم يستغل الكرة، تقدم فيها سيبا، أراد أن يلعبها أرضية لأبو بكر تراوري، لكن التدخل من أيمن في الوقت المناسب، هذه خطيرة لأحد، يتقدم غازي، يصوب غازي، يصوب غازي، لم يتصدى لها فاروق بن مصطفى، كان التصدي من محمد السيد الضو في اللقطة الماضية، التصدي من محمد السيد الضو، لم يستغل غازي عبد الرزاق التقدم والخطورة التي أتت للفريق الشبابي. هنا اللقطة، هنا التصويبة، والكرة ترتدم، طويلة من جمال، طويلة من جمال، يحاول الوصول إليها أبو بكر تراوري أو سيبا، هذا خطأ آخر. يبدو أن الكرة التي خطفها منك سيبا تؤثر على أدائك. وفي الشوط الثاني عمر هوساوي كاد أن يكون خطأه مكلفا بشكل كبير جدا على الفريق الأحدي، وأن يأتي بالهدف الثالث. هنا الكرة، والكرة الطويلة التي كانت من جمال العمري، أراد عمر هوساوي أن يعيدها إلى حارس المرمى أبو بكر تراوري، حاول الوصول إليها لكن أيمن، ولكن مقطوعة من جمال، يخطفها محمد عطية، محمد عطية في الجهة اليسار يحاول المرور، محمد عطية بالمهارة يرسل عرضية، كور، كور مجاني، كاد أن يأتي بالهدف الثاني بعد عرضية ممتازة، عرضية كانت رائعة من محمد عطية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة زاوية، إلى ضربة زاوية. هنا اللقطة، هنا الكرة العرضية التي أتت، خطف الكرة محمد عطية، راوغ جمال بأناقة، ثم أرسل عرضية على رأس كارميجاني، لكن تدخل عبد الملك، الضربة الزاوية عند فهد حماد، يرسلها عرضية وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. ماذا أضعت يا عمر؟ ماذا أضعت يا هوساوي؟ كانت الكرة خطيرة. هنا محمد بجرشي الذي دخل بديلا عن تامر حاج في الدقائق الماضية. اللقطة فهد حمد الذي أرسل العرضية على رأس عمر، لم يكن معه أحد، عمر هوساوي لم يكن يضايق أحد، لكن لم يستغلها برأس عمر هوساوي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. حسن معاذ وسيبا، حسن معاذ في التصويب، حسن، الله، قريبة جدا من حسن، إلى جانب الكرة حسن معاذ وفهد غازي. الجماهير الشبابية هي
الجماهير الشبابية هي يريدونها هي في المرمى. حسن معاذ في التصويب، حسن معاذ بعيدة بعيدة هذه المرة من حسن إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. لم يستغل حسن معاذ المنطقة المناسبة للتصويب، ولكن الكرة بعيدة إلى خارج الملعب. يرسلها عبد العشير سريعة عند غازي، عبد الرزاق طويلة عند محمد بجرشي يستلمها يعود فيها للخالد، خطا عند محمد سالم يلعبها في الجهة اليسار عند غازي. فهد بالكعب ممتازة، والخطأ موجود على ماجد هزازي ويتفوق فيها على التعاون بنقطة واحدة. يعود فيكتور كزاي إلى الفار، ربما لمشاهدة اللقطة التي كانت على ماجد هزازي بتدخل عبد المجيد السليم. هل يتغير القرار؟ هل تتحول البطاقة من بطاقة صفراء إلى بطاقة حمراء على ماجد هزازي في اللقطة الماضية؟ هنا التدخل، هنا التدخل الخطير جدا من ماجد هزازي على قدم عبد المجيد السليهم. يطلب ماجد هزازي ربما بطاقة حمراء، نعم هي بطاقة حمراء مباشرة لماجد هزازي. واصل من جديد عند فهد حمد في الدقائق الأخيرة، يرسل عرضية فهد حمد واصل عند محمد وضربة جزاء. ضربة جزاء يستغلها محمد عطية في التقدم. الله يا محمد عطية في التقدم، وواضح اللقطة، واضح اللقطة على البلطان بعد تقدم محمد عطية. هنا الفرحة للجماهير الأحدية في اللقطة الماضية التي تقدم فيها محمد، يستحقون الفرحة في آخر الدقائق أن يأتيك ضربة جزاء في آخر الدقائق التي من الممكن هنا التقدم. محمد عطية حاول المرور من فاروق بن مصطفى، ولكن فاروق بالتدخل، فاروق بالتدخل وضربة جزاء لمحمد عطية. ضربة جزاء، ألف سلامة لفاروق، ولكن ضربة جزاء يبدو أنها مستحقة لمحمد عطية بعد تدخله من أمام الشباب. كارميجاني وخبرة كبيرة، الجزائري من أمام المغربي أو من أمام التونسي، الدول الجزائري من أمام الدول التونسي، وضربة جزاء مهمة في آخر الدقائق. كان ميجاني، 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 أضاها ميجاني، أضاها ميجاني، يضيع ميجاني ضربة جزاء مهمة جدا للفريق الأحدي وفريق الشباب. يأتي بالقلقات الثلاث وصافرة النهاية، نهاية مباراة كانت مثيرة جدا تحت حسرة أنصار أحد وفرحة مشجعي الشباب. ألف مبروك للجمهور الشبابي، ألف مبروك لليوث، هارد لك للفريق الأحدي. أضاها كار، أضاها كار، كارميجاني كان أمامه فرصة للخروج بنقطة من هذه المباراة، لكن أضاها كار بعيدة عن مرمى فاروق بن مصطفى إلى خارج الملعب.